الرسالة هي كما تعرفوا باللي في الكلينيك الفارابي 15 سنة وإحنا نعملوا في التلقيح الاصطناعي وعنا نتائج لا بأس بها إن شاء الله وهي نتائج عالمية ما بين 25 و30%. النتائج هذه اللي كانت قبل ما كانش عندها، كانوا الناس ما كانش عندهم حل، مثلا كي نهزوا العقم الرجل عند الرجل ما كانش عنده حل. الوقت الحالي بالتقنيات اللي عنا نقدروا نوصلوا الحل الناجع لكل اللي يتصفوا ليزانديكاسيون كي ضروا كاينين، نقدروا نوصلوا الحل ان شاء الله بالتقنيات الجديده اللي عندنا. دونك سا سي لا 10e جورني دو لا فيرتيليتي دو لا ريبرودكسيون هيمن. لا كلينيك الفارابي ا اون تراديسيون سي دو فير دي جورني افيك لا كولابوراسيون دو لا سوسيتي دو ميديسين دو ريبرودكسيون هيمن فرونسيز. Et donc on a élargi un petit peu la participation. Cette année, on a des participants du Portugal avec le professeur Santos Agostino et le président de la société de reproduction humaine, Dr Juan Vélez de la CAE. Donc on a aussi la participation de l'Espagne par le docteur Obrados. Donc nous avons traité surtout les questions d'actualité, beaucoup plus qui sont portés sur l'infertilité masculine et l'infertilité féminine et les troubles génétiques essentiellement. هذه التظاهرة هي العاشرة لمصحة الفارابي. كل سنتين تنظم هذه المظاهرة التظاهرة نقوم فيها بالتكلم على التلقيح الاصطناعي والعقم للزوجين. هناك أسماء كبيرة من أطباء من الخارج، من فرنسا، من البرتغال، من إسبانيا، يقومون بملاقات هكذا لكي نتبادل معلوماتنا والاختراعات الجديدة، نعم، والأدوية. ونحن في تطور مستمر في هذه التطور مستمر في هذا التخصص اللي هو التلقيح الاصطناعي. وتكلمت اليوم أنا كطبيبة على العقم للرجل، مهم جدا. 50% من الزوجين نجد هناك 50% من الرجل هو السبب في العقم. سألنا الأطباء الجراحة وأطباء العقم لكي يتعاملوا مع فرق التلقيح الاصطناعي لكي نتبادل معلومات في استمرار لكي نساعدهم في مداوات واتباع هذا للمرضى الجزائريين ان شاء الله. vraiment satisfait, je suis très content d'être à Naba. depuis longtemps j'avais l'intention de venir en Algérie. ce jour-ci, je suis vraiment content et heureux parce que c'est une journée remarquable au point de vue scientifique, humaine et des relations fraternelles. المرأة قد ما تقدم في العمر نتاعها قد ما نسبة النجاح تنقص، وهذا لازم ما نضيعوش الفرصة للمرأة باش توصل تعمل التلقيح الاصطناعي في العمر المناسب اللي يسحقه. يعني احنا هي العمر المناسب في لازم ما تفوتش 38 سنة 40 سنة، قبل نسبة النجاح تكون أكثر، العمر يقدم نسبة النجاح تنقص، وهذه طبيعة، يعني طبيعة المرأة كيما هكا. الرجل ما عندوش حدود الا يكون كبير خلاص، مي الرجل لا. هذوما المؤسسات اللي راهم برا سي سون دي لابوراتوار اي سي غراس ا او كون بو فير سو جون دو بارتيسيپاسيون باسكو سي تري كوتو اون ماتيير دو بيتيري. اون ا يو كون ميم ا رامني 15 اترونجي، يا دي جون كي سون دو لانتيريور. On a pratiquement 100 chambres à l'hôtel de Sabri. Donc ce n'est notre réussite, c'est aussi la collaboration des laboratoires. Notamment notre sponsor majeur, c'est le MSD, et Fering et d'autres laboratoires, Ipsen, Takeda, nous avons Toshiba. Nous avons quand même une dizaine de laboratoires qui ont participé avec nous pour la réussite de cette journée. Je trouve que les résultats ont déjà un succès énorme.
Et ça va être difficile d'augmenter encore l'efficacité parce que même les couples qui n'ont pas de problème n'arrivent pas à avoir plus de 25% de possibilité d'avoir un enfant chaque cycle de la femme. Donc je crois que la nature fait bien. Donc les scientifiques ne feront pas mieux. منقوحة في تحسن يعني دائما في تحسن جديد وفي كسب معلومات جديدة وطرق جديدة اللي نقدروا نقدموها للمرضى نتاعنا في إطار تلقيح الاصطناعي وإحنا الهدف نتاعنا هو ترقية نسبة النجاح في التلقيح الاصطناعي.